تضرب وحياة الله بتضرب وجع بتضرب ضربة بوجع. اتبنى الحساب بكرة 7 أيام هيك شي بيرجع الحساب عادي برجع لكم. نرجع حسابنا ويا سلام سلم ومنزد لها الحساب المشرشح لبارلة. لك طلعت قست معه لبارلة ما هو عطول مصايب من وين تجي من عند بارلة. فكنت عم فرجين على صور وهيك انه صور انه نحن طالعين وهيك صور يعني. ففرجين صورة قلب سورية يعني كنت طالعة على الصيد مع بابا بتعرف يعني بالصيد شو بده يكون فيه. وانا ماسكتها يعني لهي البنبرم. طلعت الصورة طلعت يعني فرجيتهم عليها وشلتها. بس شلتها هيك شي 5 دقائق هيك شي بومبوم بومبوم انا طيروني حضروني ممنوع لانه هيك شغلات يعني على اللايف وانا نسيت. لا وشو حاطه التليفون انا هيك حدي عشان بتطلع فيه يعني ماسكه تليفون تاني قاعد عم بحكيهم وهيك وعم بحكي. طلعت هيك لقيت حالي مسدودة من التيك توك زتوني لورا يعني انا على طول هيك شيء اختي بتزتني شيء التيك توك بتزتني طول زتوني. مررت بسرعة بشبتك دخلت مهم صدت شيء. لا مسخرة هيك حملتها مسخرة. انا كتير بحب الصيد كتير كتير بحب الصيد بحب اطلع على الصيد يعني. وبعرف كيف ما فينا نحكي على اللايف ما فينا نحكي شيء على اللايف بعرف يعني بس ما بعرف صيد. هي روح الطبيعة مرة انه عطول انا بطلع على الصيد بس بسوريا هم ولا مرة طلعت يعني بس انه مش كتير في كان ما بعرف انه هيك طلع صفيه بس كتير يعني انه رف بسموه او هيك شيء. وشو اجيت انا قلت له لبابا انا بدي اشيله اسمعي بس معي بتروحي لي اخذته قوست. وشو بس قوست ايش بعرف وين بالحجر ما بعرف اي شجره اجت وطاروا كله وبلش بابا بتعرف يطلع وينزل احلى شيء ابو المجد قاعد عم يكتب فكر حاله بالبابا جي قاعد عم بتصيده بيو بيو بيو. اي والله انا بحب هيك اطلع يعني اطلع هيك انه مش اتصيد ما بعرف اتصيد بس هيك بحب انه مغامر هيك وظيفتي. بدي سكر انا بدي روح نام. يا الله عندي امتحان 70 سؤال مش درست شيء ولا شيء ولا شيء درست 20 سؤال هيك يعني بدي احكي لكم يعني يعني هيك هيك قراءة بس طلعت فيهم بس اربع شهور. شو لوين على لبنان يعني ليش ما كنت تعرف بتعرف شو صار معي. نزلت طلعت على سوريا وضليتني 6 أشهر هونيك مش بإرادتي يعني صار هيك كان مشكلة معنا وبطل فيني ارجع على لبنان. 6 أشهر قعدت هونيك يا ويلي يا ويلي شو صار شو لا 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 انجلطت. لا في تيك توك لا 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 في شي بيفتح كيف بدي احكي لك يعني كتير كتير هونيك الارسال ما بعرف كيف. يا حبيبتي انت شو بتفرق معك انت قاعدة على التليفون قاعدة عم بتتابعيني بس انا بدي روح نام بدي ارتاح عندي بكرة دوام عندي 100 شي ما فيني بكرة بفتح لكم بالمعهد بفتح شوي فرجيكم الاجواء هيك وبسكر اجواء رايحة على السينما لانه شو اقطع
لو حكيتيني بساعة برجعك كنت بعد منحتاجك يعني. استنازت ليه؟ ايه امتى نازلي؟ يمكن يا السبت يا الاحد نازلي على سوريا. بعدنا ما خلصنا يعني، بعدنا الكركبين. طبق يوم دخول لا لا ما في شيء محرز، انا هون بعرف يعني عندي ناس بعرف وهيك، ما في شيء محرز، بس القانون قانون يعني، لا لا بساعة ولا بثانية، في شيء اسمه قانون، وأنا هيك عندي شوية مشاكل قانونية يعني وخلص. كل بلادنا من بطل تحرر. ما بعرف شكرا. شو يا عمري يا حنين، يا عمري انت وحياة الله، انا كتير بحب افتح لايف واحكيك ونضلني معكم، بس ما عندي شيء اسمه حياته. عندي 100 شغلة والله، حتى درس ما درست من شانكم، بس هيك قضيت درس وببجي وطلعات وهيك، ما درست راح كل درستي يعني. اسا بدي ارسب، لبس الدكتورة او لبس الشي. يلا يا ممت، انه قصده انه بساعة تمشي الامور. خلص يا جماعة اش فيكن؟ اكيد اسا مشوار الطريق غير الواسطة وهيك شغلات، انه هو قصده انه هو في مشي لي اموري بساعة وهيك شي، بس مش انه اكيد مشوار الطريق اكيد مش ساعتك، بس انه ما خص مشوار الطريق بهيك شغلات. في في سنتين بعدين انا نازلي السبت او الاحد يعني، نقول بنزل السبت، لا مش السبت يمكن انزل، يعني السبت الاحد الصبح يمكن ارجع يعني هيك، بس رايحة بس هيك انه اسمي دخلت على حدود سوريا، بس انه فتت بس هيك بدي ادخل واطلع، بس مش طالع يعني. ايه على شهبة، عم فكر روح على شهبة بعدين انه برتاح شوي بالبيت عنا، وبرجع بروح على الشام، بروح لعند بنت خال، بدي روح لعند ايات. لعند ايات وشام وعفرو، بروح لعندهم بشوفهم، وبضلني رايحة من الشام على لبنان أقرب، بصير دغري، بصير بدي ساعتين أو هيك شي دغري بوصل على لبنان، أقرب بكتير صح؟